ممدوح نصر الله عمل تريلر رياكشن يخرب بيت يا عم، تسيبنا يا عم تسيبنا ناكل عيش بقى يا اخي، يا اخي حرام عليك بقى يا اخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد. والفيلم اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو جوكر، والرياكشن اللي هنعملها هتبقى للتريلر التانية للفيلم. تعالوا نفتكر مع بعض كده، جوكر ده كان بيدور عن ايه بالظبط، وإذا كان البريمس بتاعه اتغير. An original standalone origin story، standalone original يعني قصة خلفية شخصية الفيلن بتاعنا اللي هو جوكر بشكل مستقل وبشكل أصلي، not seen before on the big screen، ما شفناهاش قبل كده على الشاشه. It's a gritty character study of Arthur Fleck، a man disgraced by society، disregarded by society بالفعل. وزي ما قلت لكم من التريلر الاولانيه، يمكن ده يكون العنصر الوحيد اللي محسسني ببعض القلق من الفيلم، وهو المبالغه في تبيين معالم الظلم اللي الشخصيه بتتعرض لها. دي ممكن تكون ازمتي يعني. روبرت دينيرو، موراي فرانكلين، خواكين فينيكس بيكوز ضروري يعني، زازي بيتس، ومفيش داعي افكركم باهميه زازي بيتس بالنسبه لي. تريلر رياكشن جوكر كالعاده ما شفتهاش ولا مره، هشوفها معاكم دلوقتي لاول مره، فيلا بينا. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. In a world where everyone thinks they could do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was gonna be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? Whole life, I didn't know if I even really existed, but I do, and people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. ايه حلوة جدا، بس ضافت ايه يعني؟ انا شايف ان هي وظيفتها الاساسية هي اعادة التأكيد على عناصر كتير كانت واضحة من التريلر الاولانية. اولا ان خواكين فينيكس في الدور بيعمل حاجات ما شفناهاش قبل كده، واحنا متفقين على ده من التريلر الاولانية. ثانيا ان احنا عندنا قلق من ان يكون في مبالغة كبيرة في ظلم المجتمع لهذه الشخصية، مما وصل بيه للنتيجة الاجرامية السيكوباتية الكلام ده كله، وده اتفقنا عليه من التريلر الاولانية. ثالثا ان في تشابه ما بين الفيلم وما بين The King of Comedy اللي كان فيه روبرت دينيرو، للراجل الكوميديان اللي بيفرض نفسه على الاحداث ككوميديان، كان ستاند اب كوميديان من خلال خطة معينة او حاجة ارهابية او حاجة زي كده، او عملية اختطاف زي ما كان في The King of Comedy، وده اللي اتفقنا عليه من التريلر الاولانية.
مش عايز ادخل نفسي في اطار الاتهامات المعتاده بتاعت خلف تعرف وتاكل شكرا واقعد روح والحاجات الظريفه بتاعت الناس دي، بس to be very honest انا شايف ان دي تريلر ما كانش ليها لازمه، وشكرا بقى اعملوا اللي انتوا عاوزينه يعني. وعلى كل حال لازم نفصص يعني، ظريف كمان حته الشريط بتاع القطر او الخط السكه الحديد ده، من المفهوم ان هو من الامور المهمه جدا عند توماس وين، عند عائله ذا وينز. دي من النقاط اللي كنت بتكلم عليها، دي سلاح ذو حدين، دي حاجه ممكن تمشي في اتجاه من الاثنين، يا اما احنا كده بنبالغ قوي في اضطهاد المجتمع ليه، مفيش حد في الدنيا يعني، كلنا بنركب مواصلات، كلنا بنتعامل مع اطفال، انا عمري ما شفت حد في الدنيا بيقفش على حد علشان كان بيعاكس ابنه ولا بيضحكه ولا بيعمل حاجه بالطريقه دي. ومع ذلك تعالوا نفتكر ان احتمال تكون احد مشاكل شخصيه جوكر في الفيلم ده انه عنده عقدة اضطهاد، انه بيشوف ان كلام الناس كله معاه في حتة ان هو بيظلمه او بيقهره او كلام زي ده، واحتمال جدا جوه الفيلم نلاقي خط موازي او منظور موازي ما فيهوش المشاكل دي. شفت الكدمات يا معلم؟ تفهمش بقى الضحكة دي سيكبة ولا تمرين على الفقرة اللي هو بيعملها؟ مش ممكن يا جماعة، الراجل ده كمان بعد ما خسس شوية وعضم سيكة كده علشان الدور ده، عادة دي بتفقد بعض الممثلين بعض قدراتهم على التعبير، الراجل ده عنده اعضاء زادت في وشه زي ما كنا بنقول. دي لقطة مكررة من التريلر الاولى، تتفقوا معايا ان دي افضل جملة في الفيلم كله، ويمكن تكون بتدعم اللي انا كنت بقوله يا جماعة، فكرة انه ممكن يكون هو اللي عنده عقدة اضطهاد، بس فكرة انا كل اللي عندي افكار سلبية والطريقة اللي بيقولها بيها دي حاجة عظيمة الصراحة. Department of Health سوشيال وركر، دي متعينه من الحكومه يا جماعه، دي مش كونسلر برايفت، فمن الواضح ان هو عنده تاريخ اجرامي على ما يبدو. فروبرت دينيرو كوميديان هو كمان، هو بيقدم برنامج وبيعمل فقرات كوميديه حاجه زي الليت شوز. بص تعبير السعاده لما شاف نفسه على التلفزيون، وشوف تعبير الصدمه لما طلع الراجل جايبه عشان يتريق عليه بس، وهنا تولد بقى الرغبه في الانتقام في انه عايز يطلع في البرنامج ده بالعافيه، which is the king of comedy. حلوه البدله دي قوي، جوكر قوي، صح جدا، دي بترعش معايا عوامل الاتقان اللي كانت موجوده في الجوكر بتاع كريستوفر نولان، فكره ان هو ما بيلبسش لبس مهرجين، هو لبس عادي في كل ايتم فيه لوحده، ولكن لما بيترص مع بعضه بيقلب مهرج. دي كانت احد الابعاد الساحره الحقيقه في الدارك نايت تريلوجي. وي ار اول كلاونز دي بترعش في فور فانديتا، ولا انا بيتهيألي فكرة ان هو في جريمة معينة عملها بماسك الكلاون، وده لقى صدى كبير في المجتمع بدليل ان في ناس كتير لابسة الكلاون وكله بقى بيرفع الساين، وحتى هذه اللحظة خدوا بالكم من التعبير هو كلاون مش جوكر. ده بقى عنصر التعاطف اللي هو بيلاقيه من المجتمع واللي بيتمسك بيه على ما يبدو، ممكن يكون بيفهم ان هو انجذاب رومانسي، ممكن يكون بيعطيه امال عريضة، ممكن الامال دي بتتسبب في صدمه، ممكن الصدمه دي بتتسبب في مشاكل اكتر. هنا انا برضو انا هنا بأزيد في الهبد شويه، ولكن بحاول اربط الدنيا مع بعض، ودي حاجات بتضطر المشاهد انه يفكر فيها من كتر ما انت عمال تطرح لي مواد، من كتر اعجابي بالفيلم ومن كتر ترقبي للفيلم ببتدي اربط الخطوط على مزاجي. دي مش ناس هو متفق معاهم، ما هياش عصابته، ده المجتمع كله بيتعاطف. الحاجات دي اللي بتكتب على جناني يا جماعه في موضوع التمثيل يعني، انت بتشوف النظره، شوف الطرق المختلفه اللي هو ابتسم بيها جوه التريلر دي، وكل واحده فيهم معناهم ايه يعني. تبص على الابتسامه دي، دي ابتسامه واحد مش قادر يتقبل الثناء اللي هو تعرض له، او ان اخيرا في حد اعجب باللي هو عامله او كلام زي ده. دي ابتسامه انبهار من التاثير اللي هو عمله على المجتمع، ان فكرته بقت بتنمو، بقت حاجه مهمه، اتطورت في ثانيه، بقت ابتسامه تبني، بقت ابتسامه قبول، زي ما يكون كيان معين بيحتضن الناس اللي حواليه. خدوا بالكم بقى من حته الرومانسيه اللي ممكن تقلب ضدها، ده احنا مش عارفين ايه اللي ممكن يكون حصل بعد البوسه دي. هل في اي ناراتيف من الناراتيفز بتاعه الكوميك بوكس توماس وين فيها بيضرب الجوكر او بيعاديه بشكل مباشر؟ ماسك الجوكر على وش الجوكر، حلوه جدا. هنا ذا كينج اوف كوميدي قوي يا جماعه، الراجل روبرت دينيرو ده في ذا كينج اوف كوميدي كانت المقاعد معكوسه، كان هو اللي موجود في مكان الجوكر وبيطلب طريقه تقديم معينه من الشو هوست. ساعتها كانت الفكرة فكرة رهينة، ولكن اتصور ان الفكرة دلوقتي فكرة تهديد ارهابي على مستوى المدينة، الراجل ده بيستقوى بالناس على اطياف المجتمع اللي تسببت له في الظلم والقهر اللي هو حاسس بيه، سواء ده كان حقيقي ولا عقدة اضطهاد. بس على فكرة مشكلتي مع النقطة ديت انها غالبا بتخلي دور روبرت دينيرو مش كبير بالقدر الكافي. لا مؤاخذة كنت حنسى سندن ذا كلاونز شخصيا، سندن ذا كلاونز
ماشي. لا انا بصراحه الجمله الاولانيه بالنسبه لي بتاعت النيجاتيف توتس اقوى بصراحه، اضاف انه بيحب واحده. طب يعني احنا لو هنقعد نضيف كل حاجه في الدنيا حصلت في الفيلم او منتظرين انها تحصل في الفيلم، مستنيين الفيلم ليه؟ اوسكار، اوسكار من تريلر، احنا هنتكلم على اوسكار باز من تريلر، اكيد في اوسكار باز على هذا الموضوع من ايام لما تم اعلانه اساسا، اكيد في اوسكار باز على خواكين فينيكس في اي حاجه في الدنيا بيعملها ان شاء الله، حتى يكون فيلم عاطفي. الموضوع ملوش دعوه بجوكر، الموضوع موضوع فيلم انا شفت منه اكتر بكتير مما كنت احب ان اشوف قبل ما الفيلم ينزل. انا ما بقولش ان بقى عندي مشاعر سلبية تجاه الفيلم او عندي اسباب تخليني اتوقع انه ممكن يكون محبط، عندي تحفظ واحد بس من اللي بان في التريلر عن تقديم الحبكة، وهي انه بيتعرض لظلم واضطهاد اكتر بكتير من المنطق، لدرجة انه بيلعب مع ولد صغير في اوتوبيس، الولد بيضحك وامه بتقوله لو سمحت ما تضحكوش او لو سمحت تبطل تضايقه، دي مبالغ فيها شوية. هل ده حكم اعدام؟ لا طبعا، ما بقولكش ان الموضوع كده انتهى بالنسبة لي ودي بقت وحشة وخلصنا. انا كل اللي بقوله ان ده بيدي مؤشرات لو توفرت في الفيلم ممكن تشكل احساس سلبي بالنسبة لي. طيب ليه بقول ده؟ عشان لما اجي بعد كده في الريفيو اقولك اللي كنت خايف منه لقيته، تعرف انا بأشير لايه. بس ده كل هدفها. لكن تيجي تسألني هل في نواحي التطبيق ده ممكن تكون كويسة؟ يا لهوي بالهبل، اوضح على الاطلاق ان انا نكتشف بعد كده ان الناس دي ما كانتش بتقوله كده اصلا، ولا كانوا بيضربوه ولا كانوا بيهنوه ولا كانوا بيعملوا اي حاجة في الدنيا، ده هو اللي عنده عقدة اضطهاد وشايف ان اي حد في الدنيا بيكلمه فهو بيضطهده او بيأذيه او بيتريق عليه او بيعمل حاجة بالطريقة دي. نفسي بس الموضوع ده في التريلر رياكشن عندنا احنا على القناة يتم رؤيته من المنظور ده. انا لو بقول ان انا قلقان من حاجة معينة، ده مش حكم اعدام عليها من الفيلم. في تريلرز كتير استقبالي ليها كان سلبي، ولكن لما دخلت الفيلم لقيت حاجة تانية خالص. انا عندي مشاعر سلبية تجاه حملة التسويق للفيلم ده، مش هتخلي عندي مشاعر سلبية تجاه الفيلم نفسه. هينزل امتى في مصر؟ اعتقد مع باقي العالم 4 اكتوبر، الا لو العيد الثالث ظهر مثلا او حاجة، او اخترعوا لنا موسم، او في فيلم لمحمد رمضان كان نازل وقتها فقرروا يأجلوا لنا الفيلم. قشطه جدا، حلو قوي، كفايه بقى كفايه، والنبي ولا صوره ولا حرف ولا كلمه ولا نفس عن الفيلم ده لغايه لما يتعرض. ارجوكم يا ساده يا بتوع هذا الاستوديو اللي انتم مستحيل تشوفوا تريلر دي، يعني كفايه كده. حلو، نسبة ترقبنا 10 من 10 وزي الفل وحلوة قوي لغاية كده. في النهاية ده رأيي وانطباعي، ونسبة ترقبي الأهم منهم رأيكم وانطباعكم ونسب ترقبكم، ياريت تساهموا بيهم في الكومنتس. ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة، ياريت تعملوا شير ولايك الحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بأول، تابعونا على فيسبوك وتويتر وبودج ونيمو وباز، وباي باي.